ايه اسباب قرار الزمالك في عدم لعب القمه؟ انا عارف ان انا برجع 10 ايام لورا، بس انا بسالك بما اننا اول مره نتقابل من ساعتها. انا مش ضد بيان الزمالك، بختلف مع صياغه سؤالك. انا ضد، انا مش ضد بيان الزمالك، ولكن انا اختلافي ان التوقيت. انت الزمالك والاهلي ومودرن وبيراميدز وكل الانديه ماضيه على الجدول ده، يعني من شهر اتنين. انت ساكت ليه من شهر اتنين؟ لو انت بتعترض على حاجه جاي تتكلم دلوقتي وتعترض دلوقتي. بيان الزمالك انا بتفق برضو مع الصيغ ان مجلس اداره رد نادي الزمالك، الزمالك على النقطة دي بأنه كان مركز في الكونفدرالية وكان ناوي ياخد الموقف بعد هل ما لو يخلص الزمالك ما كانش اتغلب من الكونفدرالية. المصري، لو الزمالك كان فاز على المصري كان هيعترض؟ رد وجهة نظر أخرى بأنه الماتش الأهلي هو الماتش اللي أنت بيه بتاخد موقف يكون مؤثر، فلو عملتها في ماتش تاني ما كانش هيبقى القرار بنفس لا، التأثير. بختلف معاهم تماما. انا شايف ان مجلس اداره نادي الزمالك بتحكمه السوشيال ميديا. مجلس اداره نادي الزمالك من وقت ما تولوا المهمه، بالتاكيد تولوا المهمه في وقت صعب، عندهم مشاكل، خلصوا مشاكل، ولكن وفي مشاكل كتيره برضو بنرفع لهم القبعه، احنا مش هنكون قاسيين عليهم، هم بيحلوا ازمات ولسه في ازمات بيحاولوا يحلوها، ولكن قرارات كتيره جدا اتخذت من وقت ما تولوا المهمه غير مدروسه، قرارات بتكون تابعه لاهواء السوشيال ميديا. انا شايف لو طول المجلس ده مش سايبينه في حاله، مرة لا تقولوا مش قصه، بيحكموا ممدوح عباس، لا انا هقول لك مرة بس، تقولوا لا بيحكموا اسمعني السوشيال انا ميديا، يا هاني مفيش اسمعني، طب مش اسمعني سايب بقى، بس قراره انا في بتكلم حاله. على الموقف بتاع السوشيال انا ميديا قلت في لك ايه الجزء القرار الاخير، ده. طبعا مجلس ماشي. محترم، مجلس تولى المهمه في ظروف هي الاصعب في تاريخ نادي الزمالك، لو اي حد مكانهم ما كانش هيقبل ان هو يكون موجود، ولكن خلينا برضو نبقى يعني صراحه اكتر من اللازم، هم اللي حطوا نفسهم في القصه دي قبل ما يتولوا المهمه، هم عارفين ان الدنيا، انا اسف، الدنيا سودة في ما الزمالك. خلاص ردوا على ما النقطة انا دي، بقول لك كابتن بس، هشام نصر كان معايا ما من انا هم فترة عارفين ان وقال الدنيا سودة. احنا كنا عارفين بس لما دخلنا اكتشفنا ان الواقع اصعب بكتير من اللي احنا لا عارفينه. كان كلامهم كل يوم قبل فترة ايام الدعاية الانتخابية بيقولوا الدنيا، انا اسف يعني الدنيا سودة، فالجماهير مش هتقبل، طلعت اكثر، فطلعت اسود من اللي هم داكانة، كانوا كل ما بيقولوا يحلوا حاجة داكانة تطلع اكتر. لهم حاجات تانية. فالمجلس تأثر بيه السوشيال ميديا، وبناء عليه المجلس اعلن بيان ولم يروح، يعني ما راحش ماتش القمة. للأسف الزمالك هو الخسران، ككيان نادي الزمالك هو الخسران. ليه؟ ليه؟ عقوبات، الزمالك بعيد عن الدوري خلاص، الزمالك بنسبة، تمام. انا وجهة نظري بنسبة 100% الزمالك مش هيفوز بالدوري حتى لو فاز كل الماتشات قول اللي جاية، مش 99. 100% مش هيفوز تمام بالدوري. ماشي. الزمالك تأثر بالسوشيال ميديا، العقوبات، الزمالك 3 نقاط في الماتش و3 نقاط بنهاية الموسم، وغرامة وغرامة. هل أنت عندك موقف؟ أكيد. ها و زي ما الصايغ قال في جلسة وزير الشباب والرياضة مع كابتن حسين لبيب والنائب أحمد دياب رئيس الأندية، خليني أقول لك كابتن حسين لبيب